دولة فلسطينية منزوعة السلاح مقابل إسرائيل بدون سلاح نووي. شرطان لشرق أوسط جديد متوازن. هذه رؤية من يدعو حاليا إلى تجريد إسرائيل من سلاحها النووي، ويتقدمهم وزير الخارجية الإيراني كما صرح اليوم. وإلا فإن الخوف من مصير غزة لدى الجوار، لدى شعوب الجوار، سيدفع الأنظمة إلى برامج نووية عسكرية لحماية الشعوب من نفس المصير، وهذا المصير المرئي أمام الجميع. إيران تقترح انضمام الجميع إلى جنوب أفريقيا لإدانة إسرائيل، وبعد إدانتها من محكمة العدل الدولية سيكون القرار القضائي بتجريدها من السلاح النووي أمرا مفروغا منه. وهناك مقاربة ثانية، برامج عسكرية نووية لكل دولة في جوار إسرائيل لمنعها ومنع كولونيالياتها واستعمارياتها المتجددة، وفي كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. هل هدد نتنياهو باستخدام النووي إن لم يدخل إلى رفح؟ وهذه الرسالة حملت إلى الأمريكيين، والأمريكيون نقلوها إلى الإيرانيين بأن ما يمكن أن يفعله الأمريكيون فقد فعلوا. هذا هو التطور الذي دفع عبد اللهيان وزير خارجية إيران إلى الحديث مباشرة عن إزالة السلاح النووي وتجريد إسرائيل من سلاحها النووي. كان هذا أمرا بارزا، لكن في نفس الآن هناك لعبة أخطر بكثير قد تفجر حربا عالمية. في واقع الأمر، إن تجاوز بوتين خاركيف وذهب إلى أوديسا. في هذه الوضعية على وجه التحديد، بوتين يصل إلى ضواحي خاركيف فولشانسك. في هذه الضواحي واضح أن هناك 19 كيلومترا فقط بين أين يقف الآن الجندي الروسي وما بين الوصول إلى مركز المنطقة ومركز خاركيف. إذا 19 كيلومتر فقط. إذا هذه الوضعية لا يستطيع معها الأمريكي أن يقول القانون الدولي، لأن لديه نتنياهو الذي يهدده بالنووي، وأيضا يتجاوز القانون الدولي. وبالنسبة للطرف الآخر فأيضا يستثمر هذا الوضع للتقدم أكثر وهزيمة الغرب بشكل نهائي. وبهزيمة الغرب يمكن أن يهزم أيضا الإسرائيلي، رغم أن هذا الخط هو خط ناري بامتياز، لأن وضعية الذهاب مباشرة إلى النووي واستخدامه دفع الأمريكيين في 7 من أكتوبر إلى الالتحاق بإسرائيل من أجل عدم الذهاب إلى هذا الخيار. لكن نتنياهو في واقع الأمر، وأمامنا كل من وزير المالية الإسرائيلي ووزير الأمن القومي لإسرائيل، فإن التهديد بالنووي أمر حاسم. هذا الذي دفع مصر إلى الانغلاق، ومصر التي لم تذهب إلى حرب في حماية أمنها المائي لن تذهب أبدا إلى حرب أخرى. فبالنسبة لأي مصر، كامب ديفيد خيار استراتيجي ومنتهي الأمر بهذا الخصوص. لذلك فمجال لكل هذه الخطوات الرمزية، لأن المهم في كل ما يجري أن رفح قد تدفع مباشرة إسرائيل إلى تجريدها من النووي، وهذا الذي يسعى إليه الإقليم، وربما قد تصل الأمور إلى أبعد من ذلك، خصوصا وأن خيارا آخر لدى الغرب أمام رفض الوصول إلى دولة فلسطينية، فإن إسرائيل عليها أن تتجاوز ضغطها بالنووي. هذا هو الأمر المؤكد. والفارق ما بين الإقليم وما بين إسرائيل بخصوص النووي الذي ستسعى إليه كل الدول، كل الدول العربية ستسعى إلى برامج نووية فوريا بعد الذي لوحظ من إبادة جماعية لن يسمح أحد
مثلا أن يتكرر ذلك في الضفة الغربية وملك الأردن طلب مثل هذا البرنامج أخيرا وهو يتفاوض سريا حوله. أيضا بالنسبة لزيارة ولي العهد السعودي إلى طوكيو ومن ثم إلى باكستان، وهناك إجراءات قوية جدا بالنسبة للوصول إلى برنامج نووي مزدوج وقوي يعطي فرصة لحماية الإقليم وحماية الدولة السعودية. أيضا بالنسبة للعراق، وهذا الذي دفع أكثر من طرف إلى التفكير بشكل واسع في النووي الآن، فإما على الغرب أن يجرد إسرائيل من النووي لأنها تستطيع أن تبيد باقي الشعوب. الأمر لا يتعلق بغزة، الأمر قد يتعلق بأي دولة أخرى ما دامت هناك إمكانية للوصول إلى تغيير الجغرافيا، فهذه الحالة حالة محتملة. إذن قضية تهديد نتنياهو بالنووي إن لم يدخل إلى رفح أمر مؤكد دفع إيران إلى خطوة مباشرة بدعوة العالم إلى تجريد إسرائيل من السلاح النووي، وهذا أمر دقيق للغاية تريد من خلاله مصر وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول، وبعد إثبات جريمة الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وبحكم محكمة العدل الدولية، فإن مسألة التجريد الآن أصبحت جزءا من الأجندة القانونية لإيران ولغيرها ولكل بريكس ولكل الذين في بريكس سيدعون إلى تجريد إسرائيل من النووي. أما بالنسبة للأثر النووي الواضح فقد رآه الجميع عندما قرر بوتين أن يسير أبعد نحو الحسم مع كل إقليم دونباس وأن يعود هذا الخلاف لصالح روسيا. في هذه اللحظات نجد أن هناك تقدما مباشرا وواضحا نحو أهداف محققة، إذ نرى أمامنا أجندة اليوم أجندة إقليمية، أجندة أمريكية لا تستطيع الدخول الآن مع إسرائيل في كل خطتها الإقليمية. الأمر لا يتعلق فقط في غزة إنما ما بعد غزة، كل هذا أمر واضح لأن مصر تحسست رأسها مباشرة بعد وصول الدبابات وأيضا الأعلام الإسرائيلية إلى ما هو مقابل مصر. إذن مصر التي قررت قرارات رمزية باتجاه هذا التحدي، رأى الجميع أن تطوير النووي في المنطقة أصبح ضرورة واضحة. الذي يحمي بوتين الآن ليس سوى النووي، إن مناورة واحدة للأسلحة النووية التكتيكية جعلت من فرنسا صامتة بعد تهديدها وتهديد رئيسها في The Economist، وأيضا بالنسبة لبريطانيا بعد استدعاء السفير البريطاني في موسكو وتراجع بريطانيا عن كل ما قاله وزير الخارجية. لذلك فبالنسبة لبريطانيا وفرنسا ليست الآن في حرب ضد روسيا، إذن الأمر هنا واضح للغاية، بل حضرت فرنسا لحفل تنصيب بوتين رغم أن البقية طعنت في الانتخابات الرئاسية لبوتين. بوتين حمى تقدم جيشه انطلاقا من مناورات نووية. وبالنسبة للشرق الأوسط كل دوله يمكن أن تصبح مثل غزة جائعة وفي المخيمات وتدمر بيوتها بقنابل يسمح لها لسبعة أشهر حتى تضع نفس ما كان عليه الحال في تفجير قنابل نووية في غزة، فهذا لا يختلف عن ناجازاكي وهيروشيما. إذن هذا التدمير الذي حدث وأمام التخوف تخوف الشعوب من إسرائيل ومن إبادتها، فإن الكل وبإجماع دخل في مشاريع نووية مباشرة ولا غبار عليها. هذا الذي حفز المنطقة إلى مقاربتين، المقاربة الإيرانية الذهاب بعيدا باتجاه
ضم الأصوات إلى دعوة جنوب أفريقيا، وبعد اتهامها بالإبادة الجماعية ستكون دعوة لتجريدها من السلاح النووي. وهذا رأي إيران ورأي أغلب الدول الحليفة لها. في الاتجاه الآخر، هناك من يريد البدء الآن وفورا بالبرنامج النووي في الأردن والسعودية والعراق، وهذه أمور مؤكدة. فيما مصر أعطى الرئيس السيسي تحويل كل القوة نحو مشاريع قد تؤمن مصر داخل حدودها. وفي كل هذه التطورات سنجد بشكل واضح أننا أمام تحول كبير جدا في المنطقة. قد نرى أسلحة نووية، وقد تكون قنابل موازية كحالة المغناطيسية مثلا أو الهيدروجينية أو غيرها من جميع المشاريع التي تؤمن هذه الدول كي تواجه أسلحة الدمار الشامل. وما حدث من تدمير لغزة جعل إسرائيل أبعد بكثير عن أي ثقة يمكن أن نراها مستقبلا بين إسرائيل ومحيطها، وبين إسرائيل وحلفائها إلى آخر من وقع معها، أقصد الإمارات العربية المتحدة، إذ رفضت وبشكل كامل أن تكون تحت أمر القيادة الإسرائيلية التي طلبت الإمارات والسعودية كأنها تطلب دول ترعاها. وبالتالي فإن ما يجري اليوم يجري في حالة من التمرد الإقليمي ضد إسرائيل وضد برنامجها، الذي قد يدفعنا إلى القول أن إسرائيل كما هددت وبشكل واضح باستخدام النووي في 7 أكتوبر واعتبرت ذلك أمرا شرعيا وتدمير غزة، وأقنع الأمريكيون نتنياهو وبقية الغرفة بتحويل غزة إلى ما يريدون بدون استخدام النووي، كان هذا أمرا طبيعيا جدا الآن أن يتخوف الجميع من نفس المصير. وبالتالي فإن المنطقة كلها على كف عفريت، إذ أمريكا لا تستطيع أن توقف الآن أي تعاون نووي خصوصا مع إيران أو باكستان، أو كما يذهب السعودي بعيدا باتجاه اتفاق أمني مع الأمريكيين قد تكون الأسلحة النووية جزءا منها. وهذا الدفاع النووي عن السعودية لم يكن ليقبله بايدن، وهذا الذي دفع إلى خلاف بين الإمارات وأمريكا. أيضا ليس هناك خلاف ما بين الإمارات وما بين إسرائيل بعد الإهانة التي وجهت للإمارات ورد عليها بشكل قاس وزير خارجية الإمارات، وبعد أن حسم أمورا كثيرة، أولا بتحويل صفقة الاف 35 إلى G20، أيضا بالنسبة لإبعاد كل ما يتعلق بسلاح الجو الأمريكي من خارج الإمارات العربية المتحدة، وثالثا أن أمريكا لا تود استخدام النووي ضد إسرائيل أو ضد أي عدو للمنطقة، انطلاقا من قناعتها بأن هذه العقيدة النووية في الشرق الأوسط غير واردة. فيما استخدم نتنياهو هذا التهديد أكثر من 3 مرات آخرها في رفح، لذلك فيوم 7 أكتوبر كان التهديد مباشرا، وأيضا في 8 أكتوبر عشيا، وثالثا قبل الدخول إلى رفح. هذا هو التطور الذي دفع إلى اختيار آخر مع عبد اللهيان بالقول أن حالة الإلحاق الآن بدعوى جنوب أفريقيا يجب أن يحسم بعدها بتجريد إسرائيل من سلاحها النووي، وإلا سيصبح الكل مزودا بنفس السلاح ضمانا كي لا يكون هذا الشعب أو ذاك من الدول العربية، من جامعة الدول العربية، مثل الذي حدث ويحدث الآن في غزة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.